يمكن كتير من الناس ما يعرفوش انه تاني مسجد اتبنى في مصر وافريقيا بعد جامع عمرو بن العاص بالفسطاط، اطلق عليه العديد من الالقاب والاسماء، منها جامع الفتح والفاتح وجامع ابو المعاطي. ارتبط تاريخه وعمره واحداثه بمجيء الحملات الصليبيه على مصر. نحن الان بين اعمده وجدران جامع عمرو بن العاص بمحافظه دمياط. انشأ المسجد الصحابي الجليل المقداد بن الاسود في عهد عمرو بن العاص، ويعد من اشهر مساجد الوجه البحري. يطلق عليه مسجد الفتح نسبه للفتح العربي. شيد في عام 21 هجريه 642 ميلاديا على نفس طراز جامع عمرو بن العاص بالفسطاط. هو يعتبر من اعظم جوامع مصر او شمال افريقيا، بل افريقيا كلها، حيث بني في العصر الاول للاسلام، بني عام 21 هجريه 642 ميلاديه، وتم انشاؤه في مع الفتح الاسلامي لدمياط على يد المقداد بن الاسود في عهد عمرو بن العاص. عرف هذا الجامع في العصر المملوكي بجامع الفتح او الفاتح لنزول شخص به يقال له فاتح بن عثمان الأسمر التكروري، والذي جاء من مراكش إلى دمياط أثناء حكم الملك الظاهر بيبرس، وقام بتطهير الجامع وأعاد إليه الصلاة مرة أخرى. الجامع عرف بأكثر من اسم، أول اسم له طبعا جامع الفتح بحكم أن اللي أنشأه المسلمين مع الفتح العربي الإسلامي، وخصوصا أنه هو على نفس تخطيط الجامع الأول، ولكن أطلق عليه عدة أسماء فيما بعد، منها مثلا هنقول جامع أبو المعاطي. وجامع أبو المعاطي أو جامع فاتح نسبة إلى أحد الصوفيين الأوائل اللي جم في عصر السلطان بيبرس عزه الله، وأقاموا الشعائر في هذا المسجد، وسمي الفاتح لأنه أزال كل ما كان يعتري هذا المسجد من آثار الكاتدرائية وأعاده للصلاة مرة أخرى، وبالتالي يعتبر يسمى الفاتح. وبنتكلم بعد كده أنه هو أيضا أطلق عليه المسجد الجامع لأنه كان بتقام فيه عدة وظائف أخرى، منها اللي هي الولاية، منها التجارة أو ما يعرف باسم الحسبة، وإلى جانب هذا التعليم أو القضاء. مسجد عمرو بن العاص أقدم مساجد محافظة دمياط، ومن عجائب المسجد التحولات التي شهدها إبان الحملات الصليبية على مصر. المسجد اتعرض أكثر من مرة أنه يتحول إلى كنيسة، المرة الأولى على يد القائد جان دبريان، القائد المقدسي الصليبي اللي وصل إلى دمياط برا وبحرا واستولى على المدينة، ومع دخوله المدينة جعل المسجد مقر لجنوده ثم حوله إلى كنيسة، لكنه تحرر 1221 بعد 3 سنين من مقدم هذه الحملة. رجعت اتحول تاني إلى كاتدرائية ومعمودية لابن الملك لويس التاسع، الذي أطلق عليه لو تريستان يعني الحزين، وذلك لما كان في هذه الحملة من مفاجع وأهوال. عمارة المسجد بتتميز بالكتابات الكوفية والنقوش الزخرفية الخشبية على الجدران، بالإضافة للأعمدة الرخامية اللي بتعود للعصر الروماني. كمان المسجد بيحتوي على 4 وجهات بتطل على الصحن، كلها مبنية من الطوب. تخطيط الجامع وفق النموذج التقليدي للمساجد يتكون من صحن مستطيل مكشوف تحيط به الأروقة من 4 جهات، أهمها الرواق الجنوبي وهو رواق القبلة. في العصر الفاطمي كانوا الفاطميين بيعتمدوا عليها كأحد أهم الموانئ بدولتهم، وعشان كده اهتموا بعمارة دمياط عمارة تامة وكاملة. العمارة التامة والكاملة ده هي أدت إلى أن الأمر بأحكام الله سنة 1106 يعني قام بمجموعة تجديدات وإضافات إلى الجامع في دمياط، منها أنه أضاف ظلة جنوبية إلى المسجد، وبالتالي أصبح المسجد مكون من صحن مكشوف يحيط به 4 ظلات أهمهم ديوان القبلة. شهد المسجد في العصر العثماني عدة تعديلات وترميمات غيرت كثيرا من معالمه الأصلية وتخطيطه. في العصر العثماني حصل تجديدات أخرى للمسجد، منها إقامة حائط في الناحية الجنوبية الشرقية ناحية القبلة، حيث أضيف منبر حنفي إلى جانب المنبر الشافعي، إلى جانب أنه في العصر العثماني أقيمت زاويتان أو قاعتان في إلى جانب الباب الرئيسي في الناحية الغربية، وربما كانت هاتان القاعتان بخصوص
أنها قاعات للقضاء. أما الواجهة الجنوبية فتطل على أحد أكبر الشوارع، والواجهة الشرقية تطل على شارع ضريح أبو المعاطي. المسجد كما ترون على حيطانه منسوج بالخطوط الكوفية، وهذه الأعمدة التي أحاطت بالمسجد ما زادته إلا جمالاً، وذلك دلالة على أن الدولة الفاطمية هي التي ازدهر فيها عمارة المساجد في جمهورية مصر العربية، وهذا المسجد دليل على ذلك. العصر الفاطمي هو العصر الذهبي لمدينة دمياط، حيث نمت المدينة وازدهرت، وظهر ذلك على عمارتها، وتعد أهم عمارة وتجديد للجامع على يد الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله. المسجد به عدة أروقة، وكان اهتمام الدولة الفاطمية بهذه الأروقة، لم يهتموا بالبناء فحسب، بل اهتموا أيضا بالتعليم والتعليم المفتوح. أضيف للجامع رواق رابع مقابل لرواق القبلة من الناحية الشمالية، يتكون من بائكتين، حيث كان رواق يدرس فيه الفقه الشافعي، ورواق آخر يدرس فيه الفقه الحنفي، ثم تتالت الأروقة حتى ظل في هذا المسجد على ما نحن عليه الآن أربعة أروقة للمذاهب الأربع. المئذنة هي ما تبقى من الجانب الأثري للمسجد حتى الآن، هي بنيت على الطراز المعماري الفاطمي، عبارة عن عدة أدوار مبنية من الطوب الأحمر، كانت بتستخدم قديماً كدليل للصيادين في البحر قبل بناء الفنار. كانت له مأذنة هي في الجانب الجنوبي للمسجد، هذه المأذنة لم تخضع حتى للتجديد التي خضع لها المسجد، ولكن ظلت هكذا، وهذه المنارة كانت بمثابة فنار يدخل به المراكب على هذه المنارة للصيادين. المنارة ما زالت بحالها، لم تتجدد عليها التجديد ولا التزيين، بل صورت بصور من حديد ليبقى عبق التاريخ موجود فيها حتى وقتنا هذا. المسجد على مر العصور اشتغلت فيه يد الإصلاح والترميم بأكثر من 20 مرة، سواء بالهدم والبناء والتوسعات. كانت البداية من العصر الفاطمي ثم العصر العثماني حتى وقتنا الحالي، عشان يعود للسابق عهده ملتقى لشتى المصلين بمحافظة دمياط.